رغم التغيير الذي شهدته المدينة من حركة عمرانية ساهم باتساع مراكزها التجارية وأحيائها السكنية، حيث الأسواق وطرق المرور السريعة التي تشكل المجسرات عمودها الفقري، لتشهد حركة المدينة انتعاشاً كبيراً ساهم فيه وضعها الأمني المستقر نوعاً ما لعدة سنوات، إلا أن هناك أمية وفقراً مدقعاً تكاد نسبته تتجاوز 30% في المدينة، والتي تعد من أغنى مدن العراق بما تحتويه من مخزون نفطي ومعادن أخرى. وبحسب السكان فإن ذلك يعود إلى إهمال الحكومات وحرمان أبناء المحافظة من خيراتها وتركهم قابعين في مستنقع الفقر والبؤس والبطالة، فلم يشفع لهم تصدير أكثر من 350 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ولم ينعكس إيجابياً على مستوى المحافظة، ولا تزال بيوت الطين والبردي تؤوي بعض السكان.